إلى تقرير عن معين وبعدها نكون متواصلين. مدينة معين أو خلينا نحكي المنتجع اللي إحنا فيه في داخل مدينة معين هو منتجع فريد من نوعه، ويعد من أبرز المناطق السياحة العلاجية في العالم، لأنه هو بيعتمد هذا المنتجع على سياحة علاجية وبنفس الوقت ترفيهية. وكان قديما يستخدم هذا المنتجع على عبر الزمان، قبل منتجع خلينا نحكي أيام الشلالات الطبيعية فقط، كان يجي يتعالج فيه أمراض الصدفية وأمراض الروماتيزم وأمراض العظام قديما، وكان متعارف عليه. وهسه بالوقت الحالي خلينا نحكي يعد منتجع معين من المنتجع الفريد من نوعه خلينا نحكي بتسويق عالمي صار على هذا المنتجع. المياه المعدنيه، المياه الموجوده داخل حمامات معين او نحكي هي تعد على اكثر من عناصر طبيعيه، منها الكالسيوم والصوديوم ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ هاي كلها المعادن بتعالجك من يعني امراض الروماتيزم، امراض الصدفيه، امراض حتى التدخين، في ناس بتعاني من موضوع التدخين لكن نسبه الاكسجين هون عالي جدا، ثاني اكسيد الكربون بيساعد هذا الحكي في الاستشفاء. المنتجع بضم ثلاث مناطق، اوكي. المنطقه الاولى هي منطقه الشلالات الطبيعيه، المستطيع انه خارج الاوتيل حتى لو مكان نزيل يستخدم هاي الشلالات. طبعا الشلالات الموجوده في المنطقه العامه هي الى اكثر من درجه متفاوته حسب عمر الشلال. عندك شلال للعائلات، في شلال للسيدات المحجبات خلينا نحكي، في شلال في شلالين كبار، وفي شلال جديد تم انشاؤه. المنطقه الثانيه هي منطقه الفندق. منطقه الفندق بتضم عندك اللي هي البركه الثيرمال اللي هي خلفي مباشره، وهي البركه الوحيده في العالم اللي هي لا تتم معالجتها لان هي مياه كبريتيه بتنقي حالها من نفسها، تمام؟ يضم الاوتيل تقريبا 100 غرفه. المنطقه الثالثه هي منطقه الاسبا، منطقه المركز الطبيعي، وهذا الاسبا عندنا حصل على احسن اسبا على مستوى العالم بال 2015، وكان بال 2019 مرشح مره ثانيه ليأخذ احسن اسبا في العالم.